بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، كيف حالكم أخواني أعزائي المتابعين؟ اليوم راح ناخذ جولة كذا بالمحمية سريعة، نشوف ايش الجديد. في عشوش وفي بيض جديدة الحمد لله، مع انه طبعا حر، لكن نتمنى ان شاء الله انه يكون فيه انتاج. درجة الحرارة 34. طبعا واضح عندنا العش، انا بيضتين لهم 3 ايام. هنا في عش، راح ادخل داخل اصور، هذا اتوقع فيه فرخ. طلعت اجيب شغلات فيها كالسيوم، فيها املاح. طبعا انا تكلمت من قبل عن الموية، اذا كان في موية، موية امطار او اي موية، وبعدين تكون في محل تتجمع وتنشف، اذا جفت تبقى شغلات زي كذا على الارض. هذه يكون فيها شيء من الاملاح والكالسيوم. هذه جبتها من على شاطئ البحر، نحطها لهم داخل ونشوف ايش اكثر شيء يحبون، هذه ولا هذه، ونصور لكم. ندخل سوا مع بعض. اكتفي بهذه حاليا. هذه بخليها هنا في الأرض، لأن يمكن الأسبوع الجاي بنظف، يأكلون اللي يحتاجونه منها، وقت التنظيف تنشال. بقى هذا موجود عندي طبعا اللي في الدبة، واللي والطين اللي بعد الأمطار نشف. طبعا الموية لا تبخرت، يبقى منها أملاح، هذا الهدف. هنا بيضتين لا 3 ايام. هذا الزبرة يلف عش، هنا نشوف العش هذا في شيء. والله ما زال بيض، غريبة. بيضتين 4، ما زال بيض. المفروض فقس، المفروض فقس، فاعتقد انه فسد، لاني قد شفت فرخ قبل 3 ايام في الارض هنا، ميت صغير مره، مع الفروخ اللي كانت هنا في العش الاصفر تبع الامام الماسي. ايش السبب الموت ما ادري، فاتوقع هذا بيض فاسد. هنا الفناجس بعد تلف هنا عش، ما ادري الفناجس ايش قصتها مع ال، شوف في بيضه هنا،
ايش قصة الفنادس مع العشوش هذه اللي جبتها؟ ما هي راضية. ما هم راضين عششهم فيها، يعني الكل مو براضي. في جوز عشش وبيض اللي هو هنا العش الأول أو البياضة الأولى، فيها تقريبا 4 أو 5 بيضات تبع الجوز الأورنج. هذا الأنثى شريتها توني جايبها جديدة يوم الجمعة، أخذتها عجبتني، يعني شفت طفرة الأورنج فيها عالي اللي هذه المخدود. هذا اللي جنبها إنتاجي وشبكوا مع بعض الحمد لله، جوز الحين هذا الاثنين اللي في النص. هنا في بيض واتوقع المفروض الحين يكون في فروخ، شيك بيض، باقي بيض بس قريب، هذا قريب يمكن يوم يومين ثلاثة. اما هذاك هذا المفروض فقس، راح اشيكه واتاكد من الموضوع. اصور لكم الطيور عن قرب. الحمد لله الحين عندي رجعت الى 10 اجوز. طبعا اشتريت ياسمين طائفي، هذا ذكر وهذه انثى. هذا النوع اسمه ياسمين طائفي، يغرد التغريد قريب الى الحسون، يعني صوته جميل جدا. انا بالنسبه لي اشوف صوته اجمل من صوت الحسون. هذا الذكر اللي بطنه ابيض والظهر لون الخضار فيه شوي، في ظهره لون اخضر زياده قريب الذيل. الانثى تكون رماديه واللون الاخضر فيها قليل، وكلهم يغردون طبعا الذكر والانثى نفس البلابل، يعني يفرق الذكر بان صوته يكون خشن واقوى واكثر، الانثى يكون صوته ناعم. هذا اليمام الماسي، طبعا اليمام الماسي عندي جوزين تعرفونهم اللي ينتجون، هذه الانثى والفحل اللي اشتريته وياه هذا اللي في الزاوية. هذه الانثى اللي جنبه الفحل حقها سحبته بعد ما ماتت الفروخ، سحبته لاني بخليها مع هذا. هذا لونه فاتح، هذا ولدها طبعا من تقريبا البطن الثالث. الانثى اللي هذه بنتها من البطن الاول، يعني هذه جدة، هذه جدة، هذه اللي تعبت عندي صورتها لكم وقلت لكم تعبت، حطيت علاج اللي هو حطيت المرة مضاد الحيوي وطابت الحمد لله. فروخهم ماتوا السبب ما ادري، فشلت الذكر واخر بطل لهم، الفحل حقها شلته واخر بطل لهم، اعتقد انهم اثنين ذكور وكان لونهم زرق فشلتهم طلعتهم برا، ثلاثة ذكور فبخليها مع هذا. هذا الذكر الابيض هذا ولد الذكر هذا الفحل هذا والانثى هذه من البطن الاول، ما جابوا البطن الاول وطلع واحد منهم ابيض وواحد منهم مرض ومات. البطن الثاني ماتوا كلهم اثنين بيض، الوانهم حلوة يمكن افضل من اللون هذا، لكن ما ادري ايش المشكلة. الجوز الذكر اللي شلته مع الانثى هذه اللي قلت الجدة، هذه ثلاثة بطون الاخيرة ما عاشوا، وهذولا البطن الاول عاش منه واحد، الثاني طبعا مات بسبب القرص، جاء قرص ومرض وتعب ومات. اما البطن الاخير اثنين كبروا وغطاهم الريش كامل وسبحان الله ماتوا، ايش السبب ما ادري، شبعانين في بطونهم اكل وامورهم تمام التمام لكن ماتوا. هنا في بناء، هنا يبنون عش ما ادري ايش اللي يبني. طبعا هنا عندنا بيض، هذا اللي موجود في المحمية حاليا،
بالنسبة للزيبرا بالنسبة للإمام الماسي أو الحمام الملكي. الجوز الهندي هذا شكيت فيه بأنه اللي أذي الفروخ وتابعته طبعا حطيت الكاميرا تكشف لي العشب الكامل. حصلت هنا المدخل بطلع برا حصلت وزغ اللي يسميه بريعصي او وزغ حصلتها هنا في الليل كبيرة صراحة حجمها مو بسيط. اجيت من الجهة وحديتها لما طلعت من هنا مع الباب مشيت على الباب وطلعت من فوق وطلعت على برا وجيتها من هناك وذبحتها. والبارح حصلت واحد صغير يعني صغير مرة اصغر من يعني قد الاصبع الصغيرة باليد وهرب لما هناك وحذفته بكورة صغيرة ما انتبهت لو سقط ولا بس كان صغير يعني ما هو كبير. ما ادري هل المشكلة من الوزغ اللي كان يأذي الفروخ ما ادري والله ايش سبب الموت ما ادري بالضبط. على كل حال نسيت انا ما شيكت البيض اللي هناك اخلي بعدين اشيكه. ابى اتابعهم اراقبهم على الاكل وارجع لكم شوف كيف هل يرغبون الرمل هذا التربه الجافه او القواقع الاحجار اللي جبتها من على البحر. احسن افتح الباب واشوف الوضع. طبعا انا حطيت شيء قليل هناك من تكرمون الرمل هو هذا الطيب. حطيت طبعا في النص تحت الانثى هذه اللي شايفينها تحتها تقريبا رمادي داكن. اخلي الزوم بالطريقة هذه ونشوف. طبعا اكيد 100% على اقبال بعدهم خايفين مني يعني شوي شوي ينزلون الحين. والله الفترة هذه اللي فاتت خوفتهم كثير خوفتهم كثير. طبعا انت لما يكونوا طيورك موجودين بالمحمية وتجي تغير وتشيل بياضات وتدخل بياضات والواح وعصيان هذه المجاثم وتدخل وتطلع تقريبا شبه يومي مرتين او ثلاث مرات يجيهم رعب يعني شوي يحتاجون فترة ويهدون ويروح منهم الخوف يعني. الحمد لله هذا لهم نزلوا كلهم. قبل ما تلاحظون هذه نتيجة او حصيلة تعب لمدة 3 سنوات لاني جالس افرز الطيور اللي عندي احاول اني اجيب انواع جميله لكن غلب عندي الاورنج. الاورنج الازابيل صار هو الغالب عندي ف نشوف ان شاء الله. طبعا جبت فحل انجليزي ابيض شوي كاني شفته اليوم او امس كاني شفته شوي تعبان. جبت له انثى بيضاء هو بعد ابيض هذا هو. وين راح انا اصور انا وين جالس اصور اي هذا هو تزاوجوا شفته يلقحها يقول البطارية قربت تخلص هذا هو. فان شاء الله هنا هذا الفحل ان شاء الله يعدل الانتاج شوي يدخل اللون الابيض عندي. انا زي ما قلت لكم الاورنج عندي هو السايد في القفص في المحمية فان شاء الله الابيض بعد يدخل. الهاف اورنج هذا موجود هو اللي عنده بيض الحين
في البياضة الجديدة هذه. الأنثى دخلت، الأنثى موجودة الحين. كويس. تسمعون تغريد ال هذا هو اللي جالس عند فتحة البياضة، هذا الياسمين الطائفي، هذاك الأنثى. طبعا انا جبت جوز ذكر وانثى، يعني مو بشرط انهم ينتجون، انا جايبهم بس على اساس اعشق تغريدهم. تغريدهم قريب من تغريد القوبره او القبره او القوبعه، الاسامي تختلف، اللي تكون موجوده في المزارع اللي لها عرف. ما شاء الله تبارك الله، أطربنا ما شاء الله تبارك الله. هذا الهاف أورنج يأكل في الطين. خلنا نشوف الإمام الماسي. ما شاء الله صوت البلبل، البلبل خلفي معلق بالقفص. نهاية الفيديو بقى أصوره لكم لقطة سريعة كده. هذا أجمل شيء لما تجلس شوف طيورك صحتهم ممتازة، تأكلون تشربون تروشون، مغير لهم ماء اليوم الصباح. طبعا انا كل صباح اغير الماء كل صباح. تسمع التغريد ما شاء الله تبارك الله، صراحة يعني توفقت في هالفحل. ليش غوشت الكاميرا؟ هذا الحق الياسمين الطائفي. انا صراحه ودي انهي الفيديو لكن شفته انطلق في التغريد، قلت اسمعكم صوت اكثر. البلبل يغرد يقول تعال صورني. حاضرين يا طيب. طيب لا تخاف الحين، لا تخاف تصفر، تعال تعال، يوم جيتك خفت. طبعا بحتفظ بهذه الى بعد ما ننظف، كنا ننظف بعد 4 ايام على الويكند، احتمال يوم الجمعة ان شاء الله اذا الله اعطانا وياكم عمر وعافية. اخوان اللي يعجبه المحتوى وما هو مشترك يشترك بالقناة
ولا جزيل الشكر، محتاجين دعمكم. تقريبا وصلنا الى 870 او 875، ما بقى على 1000 شيء، بقى على 1000 تقريبا 130 او 125. طبعا جبنا مروحة، يا من الله جميعا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. متابعة ممتعة.